نور بنا لمقتدانا لمقتدانا نور بنا لمقتدانا نعم الأسوة بمبتدانا ومنتهانا طه القدوة نور بنا لمقتدانا نعم الأسوة بمبتدانا ومنتهانا طه القدوة ذا مولانا حقا ذا من جانا صدقا طه رجانا دوما شافعا يا سيدنا شافعا يا سيدنا أنت النور ساطعا أنت البدر طالعا أنت النور ساطعا أنت البدر طالعا سيدي يا حبيبي أنت لي من جاي نور بانا لمقتدانا نعم الأسوة بمبتدانا ومنتهانا طه القدوة ذا مولانا حقا ذا من جانا صدقا طه رجانا دوما شافعا يا سيدنا شافعا يا سيدنا يا شفيعي في يوم الحشر اشفع لي ذنبي يا طه أثقلني أنت لي ملجا سيدنا طه زدنا جاها أنت لنا دوما في الداء سيدنا طه زدنا جاها أنت لنا دوما من يشفي الداء لقد أكرم الله لقد أكرم الله النبي محمدا فأكرم خلق الله وشق له من اسمه ليجله وشق له فذو العرش محمود فذو العرش محمود مسرانا نور لعيوني حبل وتيني أنت هادينا ونجاتي من كل شجوني وشفيعي سرا إعلاني
وشفيعي سرا إعلانا لكل مدحك في الذكر من ربي إني وشجوني خوف منوني يا منجينا قد طاب مقامك مولانا وإليك جعلنا مسرانا نور لعيوني حبل وتيني أنت هادينا يا رجانا حيث كان ولنا أوضح نهجا بانا أنت الرمز لنا والأسوى أنت الكهف وأنت القدوة يا هنانا يا منانا يا هنانا يا منانا يا رجانا حيث كان ولنا أوضح نهجا بانا أنت الرمز لنا والأسوى أنت الكهف وأنت القدوة يا هنانا يا منانا يا هنانا يا منانا خير الخلق بك آمنا أنت الهادي للإيمان يجري معينك خير معين أنت مثال للإحسان خير الخلق بك آمنا أنت الهادي للإيمان يجري معينك خير معين أنت مثال للإحسان قلبي وعيني رمز العطاء لحني وفني أنت رجائي قلبي وعيني رمز العطاء لحني وفني أنت رجائي فلنا يا طه رجوانا نرجو رضاكم في مأوانا فلنا يا طه رجوانا نرجو رضاكم في مأوانا أنت الرمز لنا والأسوى أنت الكهف وأنت القدوة يا هنانا يا منانا يا هنانا يا منانا يا رجانا حيث كان ولنا أوضح نهجا بانا أنت الرمز لنا والأسوى أنت الكهف وأنت القدوة يا هنانا يا منانا يا هنانا يا منانا فداء لديننا وعزتنا. قاوم قاوم فالنصر حليف الثوار قاوم قاوم لا تستسلم مهما صار لله جنود تنصركم بالخير قلوب تذكركم لله جنود تنصركم بالخير قلوب تذكركم لا تستسلم لا تستسلم
تسلم لا تستسلم للكفار 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 صوت من كل الجبهات من ينصر أرض الصلوات كونوا سورا للعتبات واحموا إبراس الآيات دقوا عن آل الأطهار لا تستسلم للكفار كونوا عراقا مثل الحشد في الحرب أبطال أو بحرينا أرض المجد أحرارا ورجال كونوا طودا عزما مجدا كونوا طودا عزما مجدا صفا في وجه الأشرار في الحكمة أنصار الله في الهمة حزبا لله لا للذلة لا للعار لا تستسلم للكفار في الحكمة أنصار حزبا لله لا للذلة لا للعار لا تستسلم للكفار قاوم قاوم لا تستسلم مهما صار لله جنود تنصركم بالخير قلوب تذكركم لا تستسلم لا تستسلم لا تستسلم للكفار 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 قاوم إن أنت حسيني قاوم إن أنت خميني قاوم إن أنت حسيني قاوم إن أنت خميني كن زكزاكيا حرا أو صدرا كن أو نمرا كن مالك أو كن عمار لا تستسلم للكفار 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 احمل بيمينك قرآنك يا صوت الفرقان واحمل بشمالك أسلحة في وجه قد غصبوا قبلتك الأولى أسلام الشيطان تبت أيديهم إذ حرقوا آيات التبيان عادوا بالشر وما غفروا لله جنود تنصركم بالخير قلوب تذكركم لا تستسلم لا تستسلم لا تستسلم للكفار 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 یکی از محسنات بزرگ این جلسات مسابقه قرآنی انس برادران مسلمان از کشورهای مختلف با یکدیگر است. خیلی سیاست‌های مختلف استکباری سعی می‌کنند ماها را از هم جدا کنند، ملت‌های مسلمان را نسبت به هم بیگانه کنند، بلکه اونها رو در مقابل هم قرار بدن. ملت‌های مسلمان باید درست عکس این عمل کنند، باید هر چه میتوانند از هر راهی که ممکن است سعی کنند اونس خودشون رو با یکدیگر بیشتر کنند.
یکی از راه‌ها همین تشکیل این جور جلسات. سپاهیان قائمی چو صخره‌ای مقاومی، قسم به شاه کربلا که بوده این مرام ما، همیشه پیرو به ره ولایتی، به سوی جبهه صف به صف، همه گرفته جان به کف، که عاشقان مکتب شهادتی. مقابل عدوی خود چو آهنیم، به قلب شمر این زمان میزنیم، به قلب شمر این زمان میزنیم، به زیر بار ظلم و کینه میرویم، قاویم قاویم، لا تستسلم مهما صار، لله جنود تنصركم، بالخير قلوب تذكركم، لا تستسلم لا تستسلم لا تستسلم للكفار. یه صلوات دشمن شکن خط بفرمایید. صلی الله